أسماء جاد وكل الأصدقاء، هيا سنبدأ بمنوعات أهلا سمسم. نهاركم سعيد وأهلا وسهلا فيكم في منوعات أهلا كاكي. كيفك المو؟ كيفك؟ أنا كتير مبسوط هادي. المو منيح كمان. أنا كمان كتير مبسوط وكتير متحمس لأنه اليوم عندنا قصص كتير حلوة. صح المو؟ جاهز المو جاهز. تنساش الوقت ها؟ تمام. خلينا نعرف شو صار مع المو الأخبار. اليوم جلست بسمة في الحديقة عندما أحضر لها غرغور رسالة من المختار، وهي جائزة اللطافة لأنها ألطف شخصية. وعندما أخبرها جاد بأنها ستقف أمام الجميع لاستلام الجائزة، شعرت بسمة بالتوتر وأصدر بطنها أصواتاً وقررت أنها لا تريد الجائزة. هادي؟ نعم إلمو. إلمو لما يكون جوعان معدته بتصير تعمل أصوات عصافير. أنا كمان معدتي هيك بتصير قر 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 قر. بس عم بيخلص الوقت إلمو، كمل احكي لنا شو صار. بعدها قام جاد وبسمة بالعد للخمسة وشعرت بالتحسن، ولكنها عادت وشعرت بالتوتر مجدداً. فأخبرها هادي بأن الرسم يساعده عندما يتوتر، فرسمت بسمة رسمة جميلة جداً فصعدت على المسرح واستلمت الجائزة. شكراً إلمو، زعب كبير لإلمو. وهيك بعد ما حكالنا إلمو شو صار اليوم مع بسمة وجاد، خلونا هلأ نشوف صديقنا غرغور وأصدقائنا الأطفال شو حكوا عن شعور التوتر مع فقرة احكي عن الشعور مع غرغور. شعور التوتر. التوتر هو شعور مزعج بيصيبنا لما نشعر بالقلق لما يكون في شي رح يصير. جرر. وهلأ رح نعرف مع الأصدقاء عن شعور التوتر. أنت بتتوتر؟ أنا أتوتر مثلاً من أختي تأخذ موبايلي. تتوتر إنه مثلاً هاي الشغلة يمكن ما تزبط معك، تتوتر منها. شو بصير فيك لما تحس بتوتر؟ برجف، يبدأ بطني يعورني يبدأ أشياء سيئة تصير فيه. شو بتعملي عشان تبطلي متوترة؟ ولا إيش، بضلني قاعدة بروح بحضر أشياء على التلفزيون. رح نعد للخمسة عشان يصير شعورنا أفضل. جاهزة؟ جاهزة. يلا وأنا كمان متحمس. واحد اثنين ثلاثة بلشي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. وهيك عرفنا من الأصدقاء كل شيء له علاقة بالتوتر. شكراً غرغور على الأسئلة اللي دائماً عم بتكون مفيدة، وهيك بنكون تعرفنا على رأي أصدقائنا بشعور التوتر. خلينا نتعلم الشعور بلغة الإشارة. لغة الإشارة التوتر. 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 حاول معنا التوتر. التوتر. حاول مرة أخرى التوتر. التوتر. وهيك بنكون تعلمنا شعور التوتر بلغة الإشارة. هلأ صار وقت ضيفنا. مظبوط كاكي، ضيفنا لليوم مميز وذكي ولطيف جدا، خلونا نتعرف أكثر عليه. أنا اسمي يارا عليا وعمري 7 سنين، أنا من سوريا. أنا كتير شاطرة بالرسم، وقت لما أصير كبيرة بدي أدرس إنجليزي لأنه بحب مسلمي وبدي أصير مثله. ماما أحلى شي بحياتي.
رحبوا معنا بضيفتنا المميزة والرائعة الطفلة اللطيفة جدا يارا. يارا كيف حالك؟ الحمد لله. قد عمرك يارا؟ 7 سنوات. 7 سنوات العمر كله. طيب ويارا احكي لي ايش اكثر 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 شيء بتحبي تعملي؟ اضلني اتفرج على اليوتيوب فيديوهات انجليزيه. فيديوهات انجليزيه؟ يا سلام، انت بتحبي اللغه الانجليزيه؟ شاطره فيها؟ يا عيني يا عيني. هادي بدي مساعدتك فورا. بايش؟ قرقور عم بيألف بروايته الاولى. يارا كثير شاطره باللغه الانجليزيه صح؟ عن جد يارا؟ يعني بتقدر تساعديني؟ السؤال الاول رح اسالك اياه، هلا الروايه بتحكي عن قصه دب، شو يعني دب بالانجليزي؟ بير. كيف ما خطرت على بالي؟ لازم اكتبها. اكتبها اكتبها. تمام. طيب هذا الدب بيلتقي ببطريق، شو يعني بطريق؟ بينجوين. ها بينجوين. صح، كنت رح احكيها. وبعدين بيروحوا يلتقوا باصدقائهم كلهم، وطبعا انا بالسكول. شو يعني سكول؟ مدرسة. روايتي جهزت، روايتي جهزت. شكرا لك كثير. ثانك يو قرقور. انا بدي اسالك ايش بتحبي تصيري لما تكبري؟ مدرسة. طيب يارا العبك لعبة صغيرة. راح ناخذ يارا هلا على دولاب الالعاب. يارا لو سمحتي رح اطلب منك تلفي دولاب الالعاب عشان نشوف اي لعبه يارا رح تلعب. تفضلي يارا. ايوه. من غير كلام. يارا هاي اللعبه بسيطه، هدول البطاقات مكتوب عليهم كلمه، في كل بطاقه في كلمه، رح امثل لك اياها بالاشارات من غير ما احكي ولا كلمه لانه من غير كلام. تمام؟ جاهزة يارا؟ يلا تفضلي. أول كلمة. أرنب. لا. سباحة. الكلمة اللي وراها. تسلق. صح. الكلمة الثالثة. بناء. صح. الكلمة الرابعة. بيانو. بيشبهه. طباعة. كلمة اللي وراها. رأس. صح. بارد. صح برد. مضبوط يا يارا، انت كنت رائعة وكتير كتير شاطرة. زقفة كبيرة ليارا. منظر منظر منظر. تفضل. بقدر اعمل لك اي صوت بدك اياه. صح. اي صوت؟ نقي صوت. صعب. اي اشي. بدي صوت الحطب. يلا بسمع. حطب؟ هذا اللي بولعوا فيه النار؟ ايوه. يلا اسمع. لا لا لا. رحبوا معي ضيفنا المميز والرائع منذر رياحني. مرحبا. اهلا اهلا اهلا. كيف الحال؟ اهلا. كله تمام؟ كله تمام. كثير سعيدين وكثير متحمسين لوجودك معنا اليوم. انا كثير كثير مبسوط اني معكم. شكرا. تسلم تسلم. اهلا اهلا. حاب اسالك عن شعور التوتر. بتعرف شي موقف انحطيت فيه وحسيت فيه كتير بالتوتر؟ يعني يعني هو الواحد بتوتر، بس التوتر ما نوديه لمنطقة مش منيحة. ولكن توتره هذا وخوفه بيوديه لمكان جميل إذا كان التوتر صحيح. لما نتوتر أو يكون عندنا شعور قوي صح؟ بنحب نغني أغنية. الله. أيوة برافو. يلا. غني. صح طبعا. نغني. طبعا. يلا نغني.
ابعد عأصابع إيدك، ابعد عأصابع إيدك، هذا العد كتير بفيدك. رح أهمس لك هالهمسة، عد من الواحد للخمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ابعد عأصابع إيدك، هذا العد كتير بفيدك. كل ما تجرب هذا الحل رح تشعر إنك أفضل. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. لكم فرقتنا الموسيقية وبسمة وجاد وألمة وكاشي. شكرا شكرا، وأكيد شكر كتير كبير 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 لفناننا صديقنا منذر الرياحني. شكرا شكرا شكرا. وانتو كمان دائما تابعونا ودائما استنونا لتشوفوا مين ضيوفنا الرائعين وإيش في ألعاب حلوة وأغاني حلوة في منوعات. أهلا تنسي.